كشفت دراسة أمريكية عن لائحة بأهم الوظائف التي يختارها المضطربون عقلياً، وتصدر المدراء التنفيذيون والمحامون والإعلاميون والصحفيون القائمة. حسب ما ذكر صحيفة الحياة اللندنية وبحسب موقع صحيفة الهافينغتون بوست البريطانية، فالمضطرب العقلي هو شخص يتميز بأنه لا يخاف، لا يضعف تحت الضغط، غير متعاطف، قاس، أناني، وغير مسؤول، مندفع، وقلما يشعر بالذنب. كما يتميز سلوكه الاجتماعي بالعدائية والتطفل والإجرام. وبينت الدراسة أن المضطربين يختارون هذه الوظائف تحديدا لأنها تمنحهم شعورا بالقوة، عكس وظائف مثل التعليم والمحاسبة والطب التي تتميز بالتعاطف والاجتهاد في سبيل الغير. فما هي وظائفكم متابعينا؟ وما هي آراؤكم فيما يخص هكذا دراسة؟